مهم جدا ان احنا نعرف النويز ليبل في المكان اللي احنا هنحط فيه ساوند سيستم، لان ببساطه شديده لو مستوى الصوت مش اعلى من مستوى النويز، او لو النويز اعلى من مستوى الصوت مش هقدر اسمع الصوت. وده طبيعي لو انا واقف في مكان فيه ضوضاء عالية وحد بيكلمني بصوت مش مساوي او اعلى من صوت الضوضاء، على الاقل لازم يكون اعلى، مش هقدر اسمعه. يبقى انا وانا بصمم نظام الصوت لازم افهم النويز ليفل بتاع المكان. كل مكان له نويز ليفل مختلف عن التاني، وكمان النويز ليفل بيتقاس، له اجهزة قياس. مهم جدا ان انا اعرف النويز ليفل بتاع المكان اللي انا بصمم فيه الساوند سيستم، عشان الساوند بريشر اللي يتوفر في المكان ده لازم يكون اعلى من النويز ليفل على الاقل بستين ديسيبل او من 40 لـ60 ديسيبل. فمثلا بقياس النويز ليفل مثلا في المطارات جنب الايركرافت انجن هو 120 ديسيبل. يبقى انا لو عايز ازيع الصوت في المطار يسمعه اللي جنب الطيارة او اللي واقف جنب محرك الطيارة، لازم الصوت ده على الاقل يبقى 180 ديسيبل. الضغط بتاعه، البريشر ساوند بتاعه، مش الباور بتاعه، لان الساوند بريشر هو قدرة السماعة على ضغط ذرات الهواء بترددات الصوت المذاع لمسافة قد ايه، بقوة قد ايه. يبقى انا وانا بصمم لازم اراعي ان الساوند بريشر اللي خارج من مصدر الصوت اللي انا بزيع عليه، او السماعة مثلا او الهورن سبيكر اللي انا بزيع عليه، لازم يديني ساوند بريشر اعلى من النويز ليفل اللي موجود في المكان. ودي قياسات لبعض الاماكن المعروفة زي المطارات ومحطات السكة الحديدية وتقاطعات الطرق ومكاتب الخدمة العامة او المصالح الحكومية والاحياء السكنية وخلافه. لكن في اجهزة معروفة متعارف عليها لمصممي الصوت بتقيس النويز ليفل، ودي ممكن استخدامها لمعرفة مستوى النويز في المكان، عشان اما اجي اصمم ابقى حاطه في اعتبار.